السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الغر الميامين. ازيكم يا سنة تالتة اعدادي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض اول درسين في الوحدة التالتة باذن الرحمن. ماشيين كويس جدا الحمد لله في المنهج اهو، يعني ان شاء الله كده هنخلص الوحدة التالتة وهتكونوا لسه ما دخلتوش المدرسة، فان شاء الله هتبقوا داخلين المدرسة بقى مخلصين معايا 3 وحدات، فالدنيا هتبقى متظبطة جدا معاكم. لو عايزين بقى بعد الوحدة الثالثة نوقف ونبدأ نراجع مثلا شوية مفيش مشكلة، نحل مثلا امتحانات مع بعض عادي، فاللي تحبوه اكتبوا لي في الكومنتات واحنا نعمله، بما ان احنا ما شاء الله متقدمين في المنهج كتير، فبقترح عليكم يعني ان احنا ممكن نوقف وبعدين نحل بقى امتحانات ونراجع على اللي فات، فشوفوا من انتوا عايزين ايه وانا معاكم مفيش مشكلة. تعالوا بقى نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. عندي يونت 3 الوحدة الثالثة اسمها my community يعني مجتمعي، تمام؟ تعالوا نشوف بقى كلمات listen 1 و2 مع بعض. اقرب لكم الكاميرا نشوف بقى. هنا عندي listens 1 and 2 الدرسين 1 و2 هناخد الكلمات. عندي الكي فوكاب، عندي كلمة مجتمع قلنا عليها community. عناوين رئيسية headings جاية من رأس head وتحط فتفية السكر اللي هي ing وفي الاخر s. طيب دراسة استطلاعية اسمها survey. انشطة ترفيهية leisure activities. leisure يا ولاد الجه جاية من الاس مع اليوم. أنشطة رياضية sportis activities. قلنا لما بنيجي نوصف أي حاجة إن هي رياضية بقول sportis مقولش sport، تمام؟ زي ما أخدنا السنة اللي فاتت محمد صلاح كان sports star، وأخدنا في ابتدائي sports car العربية الرياضية، تمام؟ طيب مرافق محلية اسمها local facilities. تمام. طيب facilities دي مش هتبقى صعبة عليك، تعالوا نشوف كده مع بعض. هتبقى FAC، كل ما بقى ما تكتب حرف تكتب I، يبقى LII، تمام؟ TI وبعدين ES، يبقى I وبعدين LITI وفي الاخر ES، فاسمها local facilities. طيب فرص متكافئة equal opportunities او ممكن تسمعها equal opportunities، الاثنين صح. التعليم education والشن قلنا هتيجي من ال TION. طيب ابطال heroes خدمات عامة public services، تمام؟ يشجع encourage، تمام؟ حي او مجاورة neighborhood زي مثلا الحي اللي احنا عايشين فيه. الأحداث المجتمعية community events. محبط أو خائب الأمل disappointed. مبادرة، خلي بالك بقى من كلمة مبادرة دي اسمها ايه؟ initiative. الش هتيجي هنا من التي مع الاي فاسمها ايه؟ initiative او initiative، يعني ممكن تخلي التي دي تي او ممكن تخليها دي، الاثنين صح. مناطق ريفية اسمها rural areas، تمام. طيب تعالوا بقى هنا البوب كويز. انا اصلا كنت مصورة الفيديو بس الفيديو ضاع مني فعدته تاني. هنا بيقول I have a lot of friends in my، عندي اصدقاء كتير في الايه؟ في النيبرهود، في الحي بتاعي. The government should take more care of the not areas، بيقول الحكومة لازم تاخد بالها اكتر من المناطق الايه؟ يبقى rural، المناطق الريفية. You should take the not to the end to end the fight between your brother and sister، بيقولك لازم تتخذ ايه عشان تنهي المشاجرة، الخناقة يعني ما بين اختك واخوك. طيب هتبقى الايه؟ الانيشيتيف اللي هي المبادرة، يعني تاخد خطوة. We made wonderful posters to not people not to throw rubbish in the streets، بيقولك احنا عملنا بوسترات شكلها تحفة عشان نوعي الناس او نشجع الناس ان هم ما يرموش زبالة في الشارع، يبقى encouraged، تمام؟
طيب تعالوا بقى نشوف كلمات ليسن 1 الدرس الاول. عندي كلمة مشاريع مجتمعية، خلاص بقى عرفنا كلمة مجتمع او مجتمعية community community. طب المشروعات projects projects projects، يبقى community projects community projects. اسواق محلية local shops local shops local shops. مصباح الشارع اسمه street light street light street light، اللي هو العمود بتاع النور. اجتماع او لقاء meeting meeting meeting. تمام. طيب بعد كده متقدم في السن، يعني حد كبير، اسمها ايه؟ elderly elderly elderly. الاشخاص ذوي الاعاقة او ذوي الهمم اسمهم disabled people disabled people disabled people. تمام. طيب رصيف شارع pavement pavement pavement. الشباب young people young people young people. القيادة driving driving. أعمال فنية works of art works of art works of art. النقل اللي هو المواصلات، يعني transport transport transport. يوصل أو يسلم deliver deliver deliver. طيب كلمات درس listen to. عندي رعاية صحية health care health care health care. حياة كريمة decent life decent life decent life. عمل فرص عمل job opportunities job opportunities. بالإضافة إلى in addition in addition. مشاريع تجارية businesses، هي كلمة business بس لما تيجي تجمعها بتحط لها es. يحل مشكلة مثلا solve solve solve. يخطط أو خطة plan plan plan. تمام. يدهش أو يفاجئ surprise surprise surprise. وبتيجي برضو اسم. تمام. شيء يعني object object. تأثير effect effect. موقف situation situation situation. يتوقع expect expect expect. مهرجان أو احتفال festival festival festival. غسالة washing machine washing machine washing machine. تمام. طيب هنا بقى بيقول لي تصرفات الأفعال الغير منتظمة. عندي think thought thought put up put up put up و no no none. تمام. خلي بالك من كلمة يشيد أو يقيم، دي put up دايما put يجي وراها up فهتبقى معناها يشيد، يعني زي ايه build كده يبني. نيجي لل definitions. عندي كلمة make a difference يعني بيحدث اختلاف أو تغيير. بيقول لك having a good effect on a person place or situation أو change things in a good way، ان انت بيبقى عندك تأثير كويس على شخص او مكان او موقف، او ان انت بتعمل تغييرات على الحاجات بس بطريقة كويسة. تمام. طيب نيجي بقى لباقي التعريفات. عندي surprise it. بيقول لك ايه؟ what you feel when you don't expect something and it seems strange or unusual. بيقول لك ان انت الشعور اللي انت بتحس بيه لما ما تكونش متوقع الحاجة دي، او ان هي بتبقى غريبة او مش طبيعية، فانت كده بتبقى surprised مندهش. encouraged معناها يشجع. بيقول لك to try to make people do something by giving support and advice او try to persuade someone to do something. بيقول لك ان انت بتحاول تخلي الناس يعملوا الحاجة دي بان انت بتديهم support دعم او نصيحة، او ان انت بتقنع شخص ان هو يعمل ايه حاجة. طيب neighborhood الحي او المجاورة. بيقول لك a small area of a town or village and the people who live there. بيقول لك منطقة صغيرة او مدينة صغيرة او قرية، بيقول لك ان الناس عايشة فيها هناك، فدي بنسميها حي يعني او مجاورة. survey دراسة استطلاعية a group of questions that you ask people to find out information about something. بيقول لك مجموعة من الاسئلة انت بتسألها للناس. تمام. وبيدوك عنها معلومات، يعني يبقى انت بتعمل استطلاع. equal opportunities فرص متساوية. بيقول لك having the same chances in life as other people، ان بيبقى عندك نفس الفرص في الحياة زي الناس التانية. facilities تسهيلات او مرافقة. بيقولك بقى equipment rooms etc that people can use to do something، المعدات او الغرف يعني اللي الناس ممكن تستخدمها في اي حاجة.
leisure اللي هو وقت الفراغ او الترفيه, time when you are not working الوقت اللي انت مش بتشتغل فيه, deliver يسلم او يوصل, take something such as a letter to a place بيقول لك ان انت مثلا بتاخد حاجة زي الجواب لمكان, elderly بيقول لك old or becoming old يعني شخص كبير او يصبح ايه كبير, pavement رصيف الشارع, the part that you walk on in a city that is next to a road بيقول لك ان الرصيف ده هو الجزء اللي انت بتمشي عليه في المدينة اللي بيبقى جنب جنب الارض. تمام. طيب نشوف المتلازمات اللفظية. عندي كلمة have a good effect on يعني لديه تأثير جيد على, make difference أو make sentences about, عندي show a problem, show new works of art, send lots of text messages, عندي build new sports center, put up new street lights يعني بيركب بقى وبيثبت أضواء الشارع, plant flowers in, stop people from يعني دائما stop from يعني بيمنع الناس من كذا, وبلاي تشيس خلاص كلنا عارفين اللي هو بيلعب ايه شطرنج. نيجي بقى للكلمة وعكسها ومعناها, عندي encourage هي persuade او help او support لكن العكس هتبقى discourage او prevent او disappoint, elderly هي old ومضادها هتبقى young, بعد كده accessible هي available او possible والمضاد هتبقى unavailable او inaccessible. تمام. safe هي protected والمضاد هتبقى dangerous, strange abnormal والمضاد هتبقى ordinary او normal, near هي close او nearby والمضاد هتبقى far او remote, wide هي large او broad اما العكس هيبقى narrow يعني حاجة ضيقة, disappointed محبط هي upset والمضاد هتبقى content يعني راضي او قانوع. تمام. deliver هي carry او bring والمضاد هتبقى take او receive ودايما بيجوا دايما عكس بعض الاثنين دول deliver وايه وreceive, leisure هو الوقت relaxation وقت الفراغ والمضاد هتبقى pressure او stress ضغط او ايه او توتر, recent يعني حاجة modern تمام حديثة والمضاد هتبقى former او ancient. تمام. طيب البريفكسز بقى والسفكسز سهلة جدا, عندك ال on with this يدونا العكس على طول زي unusual و disabled و disagree و unhappy و unkind, ال ly بتكون ظرف على طول زي recently, loudly, happy, sadly اللي احنا اخدناهم السنين اللي فاتت, ال ing تكون لك صفة زي كلمة amazing, interesting. تمام. ال y برضو بتكون صفة زي healthy, صحي. تمام. و ment دي بتكون اسم على طول زي pavement, زي equipment. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف هنا الجنرال نوتس مع بعض, عندي الفرق ما بين كلمة include و contain, include يا ولاد يعني يشمل او يتضمن و contain يعني يحتوي. طيب الفرق ما بينهم يا مس ما المعنى قريب جدا, include انا بقول لك ان مثلا الغرفة دي بتحتوي على كذا وكذا وكذا, اما contain يبقى جواها بنملاها مثلا بالحاجة دي زي لما اقول لك مثلا الازازة دي مليانة مية, الازازة دي مليانة ايه لبن اي حاجة يبقى بداخلها هي. تمام. طيب because بيقول لك بتعبر عن السبب واحنا عارفين because بس بيجيب وراها جملة كاملة, اما because of بنجيب وراها يا اما اسم يا اما ing, كلمة ها بوليس اللي هي الشرطة بيقول لك بنعملها معاملة الجمع لو جاء قبلها ذا, بقول بقى الشرطة كلها, بيقول لك بقى ان في حرف الجي مع الاتش بيقول لك لو جه في نص الكلام هيبقى سايلنت ولو جه في اخر الكلام هيبقى حرف الاف, ولو عايز الفيديو ده بالتفصيل اكتب كده حرف الجي والاتش قناة انجليزي ببلاش هيطلع معاك الفيديو وشرحينه بالتفصيل, هنا طبعا لو جه في نص الكلام هيبقى سايلنت. تمام. زي دوتر وزي ستريت لايت ورايت. تمام. اما في اخر الكلام بنطوي فيه زي كاف لاف انف رف. تمام. طيب عندي بقى تصرفات, عندي التعبيرات وحروف الجر هنقراهم دلوقتي. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف هنا بيقول ايه, عندي هنا اربع صور هنقراهم ونشوف بيتكلموا عن ايه, فريد ومين وصلاح, بيقولوا I think the best thing about our community is the facilities, we have some great shops and places to go to like the library, yes I think we have a very strong community, we have lots of community projects where you can volunteer to help people especially the elderly. تمام.
Yes, we are starting a project next month where young people are going to help the elderly learn more about technology. بيقول له ايه بقى؟ بيقول له ان احسن حاجة في المجتمع بتاعنا هي التسهيلات. ازاي بقى؟ بيقول له ان احنا عندنا محلات كتيرة او اماكن كتيرة جميلة زي المكتبة ان احنا ممكن نروحها. قال له ايوه، واحنا كمان عندنا مجتمع قوي جدا، وبيقول ان في مشاريع كتير مجتمعية ممكن الناس تتطوع فيها وتساعد الناس خصوصا الايه الكبار في السن. فبيقول له ايوه، ده احنا هنبدأ الشهر الجاي او الشهر الجاي هنبدأ مشروع هيعملوا ايه بقى الناس اللي هم الشباب، هيعلموا الناس الكبار عن التكنولوجيا تمام وازاي يستخدموها. تعالوا نشوف باقي المحادثة. فقال له هنا ايه، we have really good leisure activities here too, sports facilities and the children's playground for example. There are lots of places where families can enjoy being outside together. That's right, but I think we could improve our equal opportunities. Our pavements for example are not accessible for all and make it difficult for disabled people to use them. تمام. بعد كده قال له you are right, they are discussing this problem at the next community meeting actually we should go, good idea. بيقول له ايه بقى، ان احنا عندنا يعني بتاع ده انشطة في وقت الفراغ، انشطة ترفيهية كتير ممكن يعملوها. وبيقول لك ان المرافق برضو الرياضية والاطفال وملاعب الاطفال يعني كل دي حاجات ممكن يعملوها في وقت الايه الفراغ. وبيقول لك في كمان اماكن للعائلات ممكن تستمتع ان هم يطلعوا يقعدوا فيها. تمام. قال له ايوه صحيح، لكن اعتقد ان احنا لازم نطور فرص العمل تمام المتكافئة. قال له كمان الارصفة for example مش accessible، مش متاحة لكل الناس. وبيقول لك بتبقى صعبة لان هم disabled people، الناس ذوي الهمم، ان هم مش هيعرفوا يستخدموها. فقال له ايوه صح، وده اللي هنناقش المشكله دي في الميتنج الجاي بالتاكيد. فقال له طيب احنا لازم نمشي. فقال له ايه جود ايديا. تعالوا بقى نشوف الريدنج هنا. بتقول I live in a great community، انا عايشه في مجتمع عظيم. There are lots of sports activities for young people such as volleyball and tennis clubs. There are also many local facilities for people of all ages, including a great theater and a history museum. Our roads have wide pavement, so it's not a problem for disabled people to travel around. I help at one of the community projects too. We help the elderly to learn about the latest technology. My grandmother sends lots of text messages now. بتقول انا عايشة في مجتمع عظيم وفي انشطة رياضية كتير للشباب ممكن يعملوها زي كرة الطايرة ونوادي التنس. وبتقول كمان ان في تسهيلات محلية لكل الاعمار، وكمان في الثياتر المسرح، وكمان في متحف تاريخي. وبتقول ان الطرق بتاعتنا ليها بيفمنت واسع، وبتقول ان دي ما بقتش مشكلة للديسابلد بيبل ان هم ايه يتجولوا فيها. بعد كده بتقول انا بساعد في البتاع ده المشروعات المجتمعية برضو تمام. فبتقول ان هي بتساعد الناس الكبار في السن يتعلموا عن التكنولوجيا الحديثة، وبتقول ان جدتي بتبعت لي رسائل كتير دلوقتي تمام. طيب نيجي بقى هنا لذا ديسنت لايف انيشيتيف، مهمة اللي هي مبادرة حياة كريمة، عشان ممكن تجيلك في البتاع ده البرجرافات او الايميلات. بتقول ايه، the decent life initiative is an exciting plan that is really making a difference to about 32 million people who live in rural areas in Egypt. The initiative aims to improve the quality of public services. نترجم الحتة دي، بتقول ان مبادرة حياة كريمة هي خطة رائعة ومثيرة يعني، وخلت في اختلاف لأكتر من 32 مليون شخص اللي عايشين في المناطق الايه الريفية في مصر. وبتقول ان المبادرة بتهدف الى تطوير الكواليتي اللي هي جودة الخدمات الايه العامة. طيب تعالوا نشوف هنا بتقول ايه بقى.
it provides more health care، كمان بتطور اللي هي الرعاية الصحية، but better education، وكمان تعليم أفضل، and better job opportunities، وكمان وظائف عمل أفضل. since 2019، من منذ 2019، the decent life initiative has helped people in 377 villages to have clean water. بيقول لك بقى ان المبادرة دي ساعدت ناس في حوالي 377 قرية ان هم يستخدموا مية نظيفة. It has also helped to repair their houses and it has sent doctors to the villages to deliver medicine and help people who are ill. كمان بيقول لك ان هي ساعدت الناس ان هم يصلحوا بيوتهم وبعت الدكاترة للقرى عشان يوصلوا لهم الدواء للناس المريضة. It has also improved the facilities for disabled people and is helping more children to have a better education by building schools in the villages. بتقول لك كمان ان هي بتطور التسهيلات لان هم ذوي الهمم، وبتقول كمان ان هي بتساعد الاطفال في ان هم يبقوا عندهم تعليم افضل ببناء المدارس اكتر في القرى. In addition، بالاضافة، young people will also be encouraged to find out about the interesting new businesses the decent life initiative is opening which can give them work. بيقول لك كمان ان الشباب هيتشجعوا ان هم يكتشفوا الاعمال الجديدة بقى المثيرة، الاعمال التجارية، البيزنس، في من خلال مبادرة الايه حياة كريمة اللي افتتحوها. وبيقول لك ان هم كمان هيلاقوا العمل بتاعهم. تمام، اخر باراجراف بيقول لك that decent life initiative will continue to help people in poor neighborhoods around the country. It plans to help to find work for more than 5 million young people. بتقول لك ان هي المبادرة دي مستمرة لحد ما تساعد الناس في الاحياء الفقيرة في حوالين البلد كلها او في نواحي البلد يعني. وبتقول انها كمان مخططين ان هم يساعدوا الناس ان هم يكتشفوا بتاع ده يشغلوا اكتر من 5 مليون شاب. تمام، طيب كده خلص الدرسين 1 و2، نبدأ بقى نحل مع بعض عشان ننجز ونخلص الفيديو بتاعنا. هنا بقى اللي تشوز بيقول لك time is when you are not working، الوقت اللي انت مش بتشتغل فيه، يبقى الايه leisure time. To take something such as letter to a place is to، لو انا خدت مثلا جواب وديته مكان يبقى انا هعمل كده ايه deliver. تمام، تكروها بالدليفري اللي بيجي يوصل لنا الطلبات. رقم 3 بيقول لك to give the adjective from the noun health، انا بقى عايزه صفه من health هتبقى ايه healthy. To make the noun of the word pave هضيف لها suffix ايه يبقى mint عشان تبقى pave mint. Sara is interested in modern art. The synonym of modern is in this word in this sentence is كلمة modern بقى هتبقى نفس المعنى بتاعها ايه فهتبقى recent. طيب رقم 6 do not help the government study problems study people's problems، يبقى الايه doing ايه services اللي هي الدراسات الاستطلاعية. There are many local not for the elderly and disabled people، يبقى local facilities تسهيلات محلية. People in not areas work as farmers، بيشتغلوا كمزارعين يبقى في rural areas المناطق الريفية. When you try to make people do something by giving support and advice you not them، لو انا بقى بحاول اخلي الناس يعملوا حاجات حلوة بان انا بدعمهم يبقى انا بعمل لهم ايه encouraged بشجعهم. بعد كده بيقول لك there are lots of not activities for young people such as volleyball and tennis، يبقى هم هيعملوا ايه كتيرة يبقى انشطة ايه sports. تمام، انشطة رياضية. The school is not up new lights in the playground، هيحطوا اضواء جديدة في الملعب يبقى putting up. تمام، you can make a note when you have a good effect on a person, place or situation، يبقى انا هعمل make difference هعمل اختلاف.
رقم 13 are things like electricity and water that help the members of the community. زي المية والكهرباء دي بنقول عليها ايه؟ leisure activities ولا public services ولا musical instruments ولا sports activities؟ لا، هتبقى public services اللي هي الخدمات العامة. تعالوا نشوف الصفحة دي. خلي بالك الحل المرة دي كتير شوية. The president started the decent life. ايه يبقى initiative اللي هو الرئيس بدأ بمبادرة حياة كريمة. 15 بقى is what you feel when you don't expect something and it seems strange or unusual. يبقى انا كده surprised، مندهش. What is a small area of a town or village and people who live there. بيقول لك منطقة صغيرة في المدينة يبقى دي neighborhood اللي هي الحي او المجاورة. means old or being old. يبقى elderly حد معناها ان هو حد كبير في السن او هيصبح يعني كبير. we add the prefix not to the word carriage. هتبقى ايه؟ to give the opposite. خلي بالك هندي المعنى، يبقى this carriage. تمام. near و close دول ايه؟ طبعا هتبقى synonyms مرادفات، هما الاتنين نفس المعنى. The antonym of strange is عكس كلمة strange غريب، يبقى normal طبيعي. To give the opposite of the word usual we add the prefix عشان بقى تبقى مش طبيعي، هتدي العكس من usual هتبقى unusual. To have the same chances in life as other people means to have equal يبقى opportunities. تمام. عايزك قبل ما تحل هنا توقف الفيديو بقى وتبقى حافظه عندك. تمام. وبعد بقى ما تحفظ الكلمات وتراجع كويس وتقرا الدرس مره واتنين تبدا بقى تحل، وبعد ما تحل ترجع بقى تشوف الحل بتاعك وتصحح من الفيديو. تمام. عشان تستفاد اكتر. if something is not to people they can easily use it or get it. بيقول لك لو الحاجه دي للناس يبقى هم هيستخدموها بسهولة او يحصلوا عليها بسهولة، يبقى لو هي accessible يعني متاحة. smoking has a bad effect not lungs. لها تأثير سيء على الرئتين، يبقى on lungs اللي هو التدخين. 10 children not two girls were killed in a car accident near Asyut. بيقول لك ان 10 اطفال ما بينهم بنتين اتقتلوا في حادثة قريبة من أسيوط، يبقى including. تمام. بعد كده بقى عندنا هنا يا ولاد الجرامر. الجرامر ان شاء الله هناخده المره الجايه عشان برضو عندي الجرامر كبير زي ما انتم عارفين، وهنحل امتحان على الدرسين واحد واتنين باذن الرحمن. شوفوا بقى اللي انا قلت لكم عليه في اول الفيديو، اكتبوا لي في الكومنتات لو حابين ان احنا بعد الوحده دي نوقف ونشتغل امتحانات ومراجعات قولوا لي. تمام. كده الفيديو بتاعنا خلص. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.